اللي ماشي نفس تتحس انه ماشي نفس تسمع ماشي نفس ما تعرف لا تشي تشوف طريقة خلاص عرفت انه قبل منين متوقف هذا سبب كبير جدا للعالم تشوف هذا اللي كان نظام موجود خلاص تو قبل يعرفنا احنا ماشي يعني لازم الناس اسوي لها شيء سريع بدون ما نادي كيف نسوي؟ ليش نسوي؟ ابغى اسالكم سؤال قبل اذا انا اسوي انكسر الضلوع شنو مشكلتها؟ هنا احسن اسوي انا خليني اعيد شيء ولا انكسر الضلوع انكسر اللي قبله عادي ما شفت اشكاليه لكن اذا انا توقفت على هذه الحركه توقف عن الجسم ما يحصل اكسجين في خلايا الموت والميت جدا. I'm going to go to the hospital.